إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟ هذا السؤال البالغ الأهمية علينا أن نطرحه ونبحث عن إجابات علمية له، مدعمة بالأرقام، مدعمة بالإحصاءات وبالتحليل السليم من الخبراء. إلى أين يتجه اقتصاد فقد أكثر من نصف الاحتياطي النقدي لديه في البنك المركزي، و هبوط شديد في الاستثمارات المباشرة، وانخفاض شديد أيضا في البورصة المصرية؟ إلى أين يتجه اقتصاد فيه تطلعات كبرى من المواطن المصري برفع الأجور وأيضا تحسين الأوضاع وتثبيت العمالة؟ إلى أين يتجه اقتصاد مصري فيه رغبات من أجل تحسين الخدمات، تحسين التعليم، تحسين الصحة، تقديم مشروعات اجتماعية من أجل طبقات كثيرة شعرت أنها مهمشة على مدار أعوام كثيرة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه في ظل ثورة، في ظل برلمان جديد، في ظل صياغة الدستور جديد، وعلى أعتاب رئيس جديد لمصر. هذا الموضوع فتحنا ملفاته مع العديد من الخبراء والمتخصصين، طرحنا السؤال بكل صراحة، بكل شجاعة، وأيضا ناقشناه كالعادة بهدوء. منذ اندلاع ثورة يناير المجيدة تم سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لتلبية المطالب الفئوية ودعم الإنتاج المحلي. 50 مليار دولار هي حجم واردات مصر من السلع والمواد الخام، مقابل 27 مليار دولار هي إجمالي حجم الصادرات، أي أن هناك عجزا في الميزان التجاري مقدرا ب23 مليار دولار، بينما تشكل إيرادات قناة السويس مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهم مصادر تدفق النقد الأجنبي والبالغ 18 مليار دولار سنويا. فهل الحديث عن إفلاس مصر هراء ولن يحدث، أم أنها حقيقة تتوقعها المالية وترصدها الأسواق؟ وهل المطالب الفئوية في الوقت الراهن خيانة للوطن لأنها تزج بالبلاد في أزمة حقيقية؟ أستاذ محسن عادل المحلل المالي، يمكن السؤال المهم اللي يتعين على المشاهد أنه يحاول يعرفه هو علاقة الاستقرار السياسي في بلد ما بمؤشرات الأداء المالي أو الاقتصادي لهذا الوطن. علاقة الأمن والأمان والثقة في النظام السياسي بتدفق الاستثمارات وبانتعاش الأسواق وبحركة السوق وتحوله من أسواق ضعيفة إلى أسواق متحركة، أسواق كاذبة للاستثمار. اللي يجب الناس بس يكون فهماه أن أي اقتصاد بيبني على نقطة أساسية وهي نقطة الثقة، بمعنى هل أنت واثق في هذه الدولة؟ هل أنت واثق أن الحكومة اللي موجودة هتنفذ تعهداتها؟ هل أنت مطمئن لاستثماراتك أمنيا؟ هل أنت مطمئن أن هذه الاستثمارات إذا قمت بزيادتها سوف تحقق العائد منها في الظروف الطبيعية؟ أن مفيش أي ضغوط من أي شكل ما من الأشكال بالنسبة لي البعد السياسي على طبيعة استثماراتك؟ حرية الاستثمار هي الفكرة اللي بيدور عليها أي مستثمر على مستوى العالم. اللي حدث خلال السنة اللي فاتت أن الانقلاب الأمني اللي حدث والفلات الأمني الشديد مع عدم استقرار الوضع السياسي وعدم وضوح الرؤية بشكل كبير
بالنسبة لي طبيعة المرحلة الانتقالية طوال العام. هذا الأمر ساهم بشكل كبير قوي أن المستثمر كان دايما بيبص بعين من الحذر للاقتصاد المصري. بدأنا نلاحظ ثلاث ظواهر واضحة المعالم من بداية السنة. أولا بدأت في الربع الأولاني وبداية الربع الثاني ما يطلق عليه اسم الانسحاب العظيم للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية. وفقا لبيانات البنك المركزي حتى 30 نوفمبر اللي فات كان ما تم سحبه هو 8.2 مليار دولار تم سحبهم من أذون الخزانة المصرية وتحويلهم من متعامين أجانب. بعد ذلك كانت عمليات البيع اللي بدأنا نلاحظها داخل سوق المال المصري وهي لم تكن رقما كبيرا بالنسبه للمتعامل الاجنبي، ولكن اجماليها وصل ل 4.3 مليار جنيه على مدار العام الماضي ككل، منهم حوالي 2.3 مليار في الاسهم و2 مليار في السندات. بدانا بعد ذلك مرحله التجميد الاستثماري. لم تتدفق الاستثمارات بالشكل اللي كان متوقع. كان هناك توقعات ما بعد الثوره مباشره بفكره ان البورصه المصريه والاقتصاد المصري عموما هيستقبل رؤوس اموال كبيره داخل الفتره ديت، لكن ما حدث بالفعل ان كان على مدار العام لم تتجاوز مستوى الاستثمارات الاجنبيه المباشره الجديده التي دخلت الاقتصاد مستوى المليار دولار قياسا بحوالي 8.5 مليار دولار في العام السابق عليه 2010 وحوالي 11 مليار دولار في العام الاسبق 2009. الشكل ده خلق عندنا مشكلتين كبار. اولا ان ميزان المدفوعات بدا يتحول لاول مره من فائض الى عجز بعد 5 سنوات عشنا فيهم من السعادة في فائض ميزان المدفوعات. بدأت يواجه البنك المركزي مرحلة ما يطلق عليه تآكل احتياطي النقد الأجنبي. هذا التآكل كان نتيجة أن في مطالبات يجب أن تسدد بشكل كامل. كان هناك سلع تموينية يجب أن تستورد، سلع بترولية يجب أن تسدد، اتفاقيات نادي باريس كانت يجب أن تسدد في مواعيدها وبقروضها، السندات المصرية اللي كانت مطروحة في أسواق عالمية كان يجب أن تسدد في مواعيدها. مصر حاولت طوال عام 2011 أنها توجه رسالة واضحة المعالم إلى المجتمع الدولي إنها دولة منتظمة في سداد التزاماتها الدولية وأنها لن تتراجع ولن تتوانى عن التقاعس عن سداد هذه الالتزامات، ودي كانت واحدة من النقاط الإيجابية، ولكنها أيضا توازت مع تراجع حجم احتياط النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في بداية السنة إلى 18 مليار دولار فقط في نهاية هذا العام. في نفس الوقت جاءت المعضلة الكبرى بعد الثورة وهي فكرة من أين نبدأ النمو من جديد. كانت هذه الفترة بدأت فيها المطالبات الفئوية، وقد نتفق أو نختلف على مع هذه المطالبات، ولكن في النهاية هذه المطالبات تسببت في إيقاف كبير لعجلة الإنتاج وزادت من حالة الانفلات الأمني. هذا الأمر تسبب في انكماش اقتصادي كنا بنعاني منه وبشكل كبير. الأمر ده توازى مع فكرة أن البعض وهو لا يرى بصورة واضحة الوضع الاقتصادي والوضع السياسي داخل الدولة بدأ يقوم بدور مما يطلق عليه تجميد الاستثمارات. بدأت شركات تخفض بشكل كبير من انفاقها الاستثماري، بدأت شركات أخرى تحاول أنها تقلل من عدد العمالة، بدأ بعض الشركات الأخرى تخفض من حجم إنتاجها. هذا الشكل ساهم بشكل كبير جدا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ثم عدنا قليلا للنمو في الربع الأخير من العام، ولكن نمو بسيط، نتحدث عن 1.1% معدل النمو، ثم تحولنا بعد ذلك إلى مرحلة البحث عن فرص عمل. هذا ما أتى به حكومة دكتور الجنزوري، ملف جديد للبحث عن فرص عمل وكيف نوفر فرص عمل للشباب. أستاذ محمود عطلة، ما هو من ناحية المبادئ قبل أن ندخل في الأرقام الارتباط الشرطي ما بين حالة الاستقرار السياسي والوضع الأمني في مصر والحركة الاقتصادية أو الانتعاش أو الاضرار للاقتصاد المصري؟ الحقيقة هو مش ارتباط، هو تقريبا هما الاثنين بيمثلوا شيء واحد. انا لو قلت لحضرتك هتروح تحط فلوسك في البنك الفلاني هتقولي البنك ده قد ايه مستقر، ولو قلت لك هتحطه في نشاط فلاني تقولي النشاط ده قد ايه استقراره وقد ايه البوتنشال اللي فيه. نفس الوضع بالنسبه للبلد، لن يكون هناك استثمار اجنبي او محلي غير في اوضاع مستقره وتوقعات لاستمرار هذا الاستقرار. من التجربة ومن المتابعة وعندنا حالة عام كامل منذ أحداث 25 يناير وثورة 25 يناير حتى تاريخه، في تلك الظروف حدثت مصادمات، حدثت احتجاجات فئوية، حدثت مشاكل تهدد الاستقرار. السؤال، كم كانت كلفة
هذه الأوضاع على الاقتصاد المصري؟ هو الحقيقة التكلفة كبيرة قوي بس محدش حس بيها لسببين. أولا السبب الأولاني أن ده حصل في نص السنة المالية بالضبط في يناير، والسنة المالية من يونيو ليونيو. فتأثير الحدث خلال النص الأولاني من عام الثورة كان إلى حد ما مخفف بالتأثير الإيجابي اللي كان موجود في نص العام من الموازنة اللي قبله. النقطة الثانية إن كان قرار يعني اللي مسؤولين عن البلد في هذا الوقت هو التضحية بحاجات كتير قوي في سبيل إن ما يحصلش تدهور في المستوى الاقتصادي للوطن والمواطنين، ومن ضمنها الأرقام الواضحة جدا لانخفاض حجم الاحتياطي. الاحتياطي دلوقتي الرقم كام؟ يعني هو يوم 25 يناير كان 36 مليار دولار. هو الحقيقة الرقم كان أكتر من كده، لأن في البنك المركزي كان بيتبع سياسة الحيطة تماما، وكان هناك جانب أنا بقدره وغيري بيقدره بحوالي 8 مليار دولار. إمتى ليه ما ظهروش؟ لأنهم ما كانوا موجودين في النظام المصرفي المصري وليس احتياطيات معلنة في الخارج. فلو أضفنا لل 36 مليار المعلنين 8 مليار، إحنا بنتكلم في 44 مليار. النهاردة الحجم المعلن هو 18 مليار دولار، يعني معنى كده إن إحنا كنا بنصرف كل شهر من أول يوم في الثورة من 2 ل 3 مليار دولار من الاحتياطي. فهذه هي فاتورة التكلفة. حسب المشاهدة، إيه أكتر الفترات اللي حصل فيها خسائر مباشرة أو غير مباشرة خلال العام الماضي؟ يعني إذا حبينا نربط الحدث الأمني أو حالة الاضطراب بتأثيراته على الوضع المالي. أبسط حاجة تبص عليها في الحالة دي هي البورصة المصرية، لأن البورصة المصرية هي حقيقة هي مرآة لما يحدث ولما هو متوقع أن يحدث. ويمكن حاجة تفاجأ لو عرفت أن قبل ثورة يناير البورصة المصرية فقدت 11% من قيمتها في الفترة من 1 يناير وحتى يوم 26 يناير، بتأثير ما حدث في كنيسة القديسين وبحالة الاستقرار عدم الاستقرار الأمني اللي كانت متزايدة في هذه الفترة استكمالا لل 11. يعني ده كان سابق على الثورة، كان من إرهاصات الثورة زي ما بيقولوا. ثم تلا ذلك انخفاض ان البورصة المصرية فقدت خلال العام الماضي 50% من قيمتها. اما بقول 50% من قيمتها، في بعض الناس اللي بيهونوا من هذا الوضع يقولوا البورصة دي، الحقيقة هذا التهوين خطأ تماما. البورصة هي احد الاسباب الهامة لنجاح او فشل اقتصاد اي بلد، فالتهوين منها غلط. احنا بنتكلم على ان الشعب المصري فقد نص ثروته. في ملف تاني مهم جدا من حضرتك ايضا ليك علاقة بالاعمال وادارة الاعمال والبزنس، هو مدى تأثير الاستقرار او عدم الاستقرار، نقل السلطة الى سلطة مدنية او عدم نقلها على الاوضاع الاقتصادية واجتذاب الاستثمارات الغير مباشرة لمصر وحركة البورصة وانتعاش الحياة المالية والاقتصادية في البلاد. هذا العنصر ما حدش بيتكلم عنه، ياريت تقدر تشرح لنا أهمية هذا الموضوع. الاستقرار ده يعني زمان كانوا لما كنا بنتكلم على موضوع الاقتصاد كان دايما يقول لك ايه، الإعفاءات الجمركية، الإعفاءات من الضريبة، كل ده ما يهمش المستثمر الأجنبي. كل اللي يهم المستثمر الأجنبي في فترة الاستثمار اللي هو يعرف بداية الاستثمار ونهايته هيبقى شكلها ايه. عايز استقرار بغض النظر عن هذا الاستقرار، يعني هيدخل ازاي وهيخرج ازاي. يريد ان يدخل بامان ويخرج بامان وبنفس درجه السرعه. يعني زمان كنا دايما بنتكلم يقول لك ايه، هتاخد 3 ايام عشان تاسس الشركه. طيب متشكرين، طب اخرج في قد ايه؟ انا ما يهمنيش ان انا اخش في قد ايه، يهمني كمان اخرج في قد ايه. لو انا عشان اخرج هتقعد تعذبني ومش هقدر احول ارباعي وترجع تقول لي أنت مستثمر مش جد، أو ليك 100,000 دولار بس، ليك 100,000 دولار ده عشان يحافظ على الـ أو إذا باعوا شركة يرجعوا فيها. بالضبط كده، بالضبط. كل ده ملف. لا بس موضوع البيع بيع الشركات وبيع القطاع الخاص ده ملف لازم ينتهي وينتهي بحسم. إن مش إزاي يعني؟ لا لازم القصة دي تنتهي. إحنا بعنا شركات وانتهى هذا الموضوع. يعني هدي لك مثلا زي عمر أفندي، أنا متأكد إن الراجل اللي اشترى عمر أفندي بيتمنى إن هم يسحبوا منه هذه الشركة، ده هيرجع عليهم بالتعويض، هيرجع الحكومة المصرية ياخد تعويض وبياخدوا منه شركة هو ما عارفش يديرها، فهياخد فلوسه وياخد تعويض على ما
ما فاته من كسب او عن الاضرار الماديه والمعنويه اللي حصلت له. لازم الكلام بيتعمل بنك اسكندريه مثل بنك بيع منذ سنوات وبيشتغل تحت اداره اجنبيه، ثم هناك القضاء ينظر هذا الموضوع برضه مشكله جديه جدا، لانه حتى لو القضاء فصل في هذا الموضوع هيرجع الحكومه المصريه بالتعويض تاني على الضرر اللي حصل له، لانه هو اشترى صح ما اشتراش غلط. يعني لازم عشان تقدر تلغي عمليه زي كده تثبت انه حصل غش، لازم تثبت انه هو حصل غش. انما هنرجع نقول ده مش مصلحه الاقتصاد القومي المصري، هذا كلام هيضر كتير جدا، مش هيضر بس في الشركات اللي هو بيرجعوا ياخدوها تاني، لا هيضر في المستقبل الاستثمار في مصر، لانك قد تدي اشاره الى المستثمر الاجنبي انك انت لو دخلت مصر ممكن يتم رجوع في القرار او في القانون او يتم التاميم تاني، فمحدش هيجي لك. واحنا ما نقدرش نشتغل من غير استثمارات اجنبيه.